رمضان نتيفو تي في. يا شهر القرآن أهلا. Mpenzi mtazamaji, kama ndio kwanza nafungua channel yako ya Natifu TV, tafadhali subscribe ili uwe mwanzo kupata video zetu mbalimbali za ndani na nje ya nchi. Share video hii bila kusahau kudondosha comment yako kwani ni muhimu sana. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهاب أحزاننا وكفارة لسيئاتنا وزيادة في أعمالنا وبركة في أرزاقنا ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا إجابة له من النار. اللهم اجعلها إجابة له من النار، اللهم اجعلها إجابة له من النار، ومن عذاب القبر من أحوال يوم القيامة، واغفر له وارحمه واجمعنا معه في دار كرامتك وسفر رحمتك مع عبادك الصالحين. الله أكبر. فكذبونا فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسل إن يرني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من طيب خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. يعقلون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على بابن عمة الله اذكروا العهد الذي خرجت من دار الدنيا إلى دار الآخرة وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الموت حق وأن البعث حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم اغفر له وارحمه واسكن مسكنه في الجنة اللهم اغفر له وارحمه واسكن مسكنه في الجنة اللهم اغفر له وارحمه واسكن مسكنه في الجنة اللهم إن كان محسنا فزد من إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. Baadaye alianza kusoma skuli ya msingi na sekondari na baadaye akasomea mafunzo ya uuguzi na akaajiriwa na Wizara ya Afya kama afisa muuguzi. Baadaye mwaka 1990 alianza kuingia kwenye uwakilishi na alipata nafasi ya kuwakilisha jimbo la Kikwajuni. Alikuwa mwakilishi wa jimbo la Kikwajuni kwa miaka karibu 20. Nafasi ambazo wakati wa wakilishi alikuwa ni pamoja na wizara, alikuwa waziri asiyekuwa na wizara maalum wakati wa Dr. Salmin Amur, lakini wakati wa Mheshimiwa Aman Karume alikuwa waziri wa ardhi na nyumba, na alipokuwa Mheshimiwa Dr. Sheng alikuwa waziri wa kilimo. Nafasi nyingine ambazo mheshimiwa alishika ni pamoja na ujumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya CCM, lakini vile vile marehemu alikuwa mwanamichezo, alikuwa mchezaji wa mpira wa miguu na sisi wengine ndio tukarithi, lakini vile vile alikuwa mchezaji maarufu wa golf. Marehemu ameacha mke na watoto 7 na wajukuu 21. Natifu TV inakupatia video mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi. Tafadhali endelea kutufuatilia kupitia channel yetu ya Natifu TV, YouTube, Facebook, Twitter na Instagram. Bila kusahau kudondosha comment yako kwani ni muhimu sana. Natifu TV tupo kijamii zaidi. Ramadan Natifu TV.